السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا أعزائنا، راح نكمل معكم بالمحاضرة الثالثة من مادة مبادئ الإحصاء. اليوم راح نكمل على المود اللي هو المنوال أو العنصر الأكثر تكرار. طيب، في المحاضرة الماضية كنا نحكي عن المين، كنا نحكي عن الأفريج، كيف إنه ممكن أجيب الأفريج. كنا نحكي إنه كيف والله جبنا الأفريج للرو داتا للفريكونسي ديستريبيوشن وللجروب فريكونسي ديستريبيوشن وللستيم أند ليف. تمام، الآن بدنا نمشي في المحاضرة هاي على نفس النمط. طيب شو يعني مود؟ مود يعني عنصر كثير بتكرره، عنصر ظهر في البيانات اكثر من مره. تمام، طيب قلنا المود لازم نعرف عنه نوت صغيره حكيناها في اول محاضره، انه اهم شيء لما يكون البيانات كواليتاتيف اهم شيء لهم المود، احسن شيء احسن ميجرمنت ممكن يسالك عنه ذا بيست ميجرمنت فور ذا كواليتاتيف داتا. شو بحكي له؟ المود مباشره. تمام، ما اعالجك في الامتحان وان شاء الله امور الامتحان تكون سهله. لا بتلاحظوا في حياتنا بنستخدم كلمة مود كثير، بنقول مثلا لفلان لا تضلك ماشي على مود معين. مود شو يعني؟ تكرار كثير. تمام، فمباشرة لما يجي يحكي لك عن مود معناته هو قاعد بيحكي لك عن بيانات تتكرر. تمام، طيب شوف شو حاط لك، the value that occurs mostly or with highest frequency، إلها تكرار كبير كثير. تمام، طيب خلينا نبلش ناخذ أمثلة. طيب شوف شو بحكي لك أول مثال. طبعا كل الأمثلة سؤالها انه find the mood. تمام، أول مثال حاط لك 2 تبع دوسيتنا 2 7 5 11 تمام 3 7 مباشر، وين المود؟ يساوي 7. شايفين ما صعبه؟ طيب شوف الإكزامبل اللي بعديه، شوف شو بعطيك، بقول لك 2 7 5 11 تمام 3 10. يلا بيجي الطالب يقول لي وين المود؟ بلش الطالب يألف، بلش يقول لي المود 10. صديقي في تكرار؟ لا، خلص مباشرة، بقول له مود. طب هذا ممكن كيف ممكن يسألني فيه بالامتحان؟ بيجي بالامتحان بحط لك 10 3 11 5 none of the above. بيجي الطالب بينعجب، بيقول لا لازم يكون في جواب، لا صديقي هي مش لازم يكون في جواب، تمام؟ فالجواب بيكون none of the above. تمام امورنا؟ طيب نيجي لهالمثال اللي بعده، بقول لك 2 7 5 11 3 7 2. تمام؟ طيب بيجي الخيارات شو بتكون؟ بقول لك find the mood. بتكون الخيارات ايش؟ بتكون خيارات 7 2 3 11 A and B. بيجي طالب زي سميح متسرع على السريع، بيجي بقول لك طلع 2 7 5 7 7 كررت مرتين، بيجي بحط 7. مع الأسف جوابه خطأ. ليش؟ لأنه أنا عندي ايش؟ 2 7. أنا معك صديقي إنه 7 تكررت مرتين، بس لا تنسى إنه 2 برضه تكررت مرتين، تمام؟ فانتبه إنه ممكن يجي يحط لك 7 2. شايف كيف حاط لك جواب A and B؟ معناته الجواب الصح شو حيكون؟ A and B، تمام؟ في الإحصاء تعودوا على شغلة، تعودوا على شغلة إنه مش شرط إنك تطلع الجواب بسرعة، الشرط إنك تطلع الجواب صح، تمام؟ هاي شغلة حطوها في بالكم. طيب طبعا هذا المثال اذا سال عنه بتسميه ايش؟ ايش اسمه؟ باي مود، بس عشان تكون صفه فباي مودل. تمام؟ يعني ثنائي التكرار. باي من كلمه باي معناته ثنائي التكرار. طيب اذا كان ثلاث بنسميها تراي. طيب بنسميها اذا كان واحد مود لحاله، نقدر نسميها بونو مودل، بس ما فيش داعي يعني، خلص ما دام واحد معناته مود. تمام؟ طيب بالنسبه للستيم اند ليف كذلك الامر، حاطين لك المثال، بنطلع انه المفتاح قديش معطينا اياه 1.2 والمود قديش بتطلع؟ بتطلع على اكثر قيمه متكرره. اذا لاحظنا انه بالنسبه للبيانات شايفين كيف 2 2 2 2 معناته ايش؟ 2.2 هذه اكثر البيانات المكرره. طيب ما اتوقع في داعي نحطها على اللوح، يعني واضحه جدا. طيب نكمل نتابع بالنسبه للفريكونسي والجروب فريكونسي ديستريبيوشن. بالنسبة للفريكونسي ديستريبيوشن طبعا زي ما حكينا اللي هو الجدول اللي ببين التكرارات بس بدون انترفال، اللي فريكونسي ديستريبيوشن، انه اللي فيه انترفال اللي لازم اجيب منه الاكس اللي هو الجروب فريكونسي ديستريبيوشن. شوف شو معطيك مثال، معطيك مثال بيقول لك انه قيم اكس معطيك اياها، بيقول لك هي عبارة عن 1 2 3 4 5. تمام، هاي قيم اكس معطيك الفريكونسي لها، شو الفريكونسي؟ عبارة عن 3 8 7 2 5. تمام؟ بقول لك بده المود مباشرة،
مش الفريكونسي بتدل على عدد الناس اللي حققوا هاي الاشي. يعني اذا قلنا هاي علامات، عدد الطلاب اللي حققوا هاي العلامات 8 مثلا، عدد الطلاب اللي حققوا هاي العلامة مثلا 7، تمام؟ فمعناته مباشرة بعد ما تطلع اصلا هو شو الفريكونسي؟ الفريكونسي لو عندي مثلا افرض هاي البنات بيانات وعملها رو داتا، شو بتطلع؟ انا باخذ طبعا دائما قيم اكس لانه هاي فريكونسي تكرارها. كم طالب جايب عندي الان؟ هو 1 3، معناته بحط 1 1 1. كم طالب جايب عندي؟ 2 8، معناته 2 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
الو اكثر واحد فيهم يتكرر؟ ابو اثنين، اثنين تكرر 7 مرات، فمباشره المود شو يساوي؟ مش 8 اثنين، تمام؟ لانه انا هي البيانات تبعتي وهي التكرار لها، تمام؟ فامور واضحه. طيب بالنسبه للجروب فريكونسي ديستريبيوشن بشكل سريع، الجروب فريكونسي ديستريبيوشن زي ما قلنا ما راح يحط لك قيم اكس، راح يحط لك انترفل فترات، لانه هو اصلا جروب فريكونسي ديستريبيوشن، التوزيع التكراري لكن بايش؟ بمجموعه. فلو حكينا مثلا هنا من 0 ل 4 وهنا حكينا من 5 ل 9 وهنا حكينا من 10 ل 14 وهنا حكينا من 15 ل 19 قلنا هي اسمها انترفل، تمام؟ طيب الان شو المود حيكون؟ المود حيكون اكثر بيانات متكرره، فاذا طلعنا هنا هنا عندي انا الثمانيه اكثر تكرار، عندي 8 تكرارات، لانه تكرارات هاي للانترفل اللي من 5 الى 9، تمام؟ طيب كيف بدي اجيب المود؟ هل المود 5؟ هل المود 9؟ هل المود 10؟ هل المود 11؟ ببساطه شوف شو بقول لك، بالنسبه للمود بقول لك شايفها هاي؟ امسكها 5 ل 9، بقول لك اجمعها قسم عددها. بيطلع معك قديش الجواب؟ 7. معناته المود يساوي 7، أكثر العلامات 7. طبعا احنا ما بنحكي انه هذا الشيء منطق كثير، لأنه ممكن مثلا أكثر العلامات تكون، احنا بنحكي بين الخمسة والتسعة، عندي ايش؟ 8 طلاب جايبين بين الخمسة والتسعة، ممكن الـ8 طلاب جايبين 9، فمعناته المود يطلع 9. احنا بنحكي تقريبا 7، لأنه أنا ما بعرف مثلا عدد الطلاب اللي جايبين زي هيك، تمام؟ أو بعرف عدد الطلاب اللي جايبين، بس أنا ما بعرف كم علامتهم بالضبط، فاحنا بنحكي إنه تقريبا يساوي 7، لكنه مش دقيق كثير. طيب ماشي. نكمل على الشيء اللي بعده، الشيء اللي بعده بيحكي لك عن الميديان. الان الميديان زي ما اتفقنا انه عباره عن الوسيط الحسابي. الميديان عباره عن الوسيط الحسابي، لما يخطر في بالك كلمه وسيط، شو بخطر كمان؟ بخطر في بالك انه الوسيط يعني جاي بالنص. فعليا هي القيمة من البيانات اللي جاي بنص البيانات بالضبط. طيب كيف ممكن نجيبها؟ ركز معي. هسا بالنسبة للميديان شو بحكي لك؟ أول شيء للرو داتا، نجيبها للرو داتا. طيب قبل ما نجيبها للرو داتا صديقي ركز معي شوي. بالنسبة للكيو 2 هاي قاعدة راح نمشي عليها مع بعض. الكيو 2 له قانون، خلينا نحطه بالنص احنا. طيب نحطه بالنص بالاسود هي. الكيو 2 له قانون، ايش هذا القانون بيحكي؟ هاي طبعا زي ما شايفينه بالنوت تحت عباره عن ان على 2 بس كموقت. شو يعني كموقت؟ يعني هسا ان شو تمثل؟ دائما زي ما حكينا ما دام ان يعني عدد البيانات. يعني مثلا عندي 50 طالب 50 على 2، تمام؟ طيب 50 على 2 هي 25، بس بدي اياها كموقع. شو يعني كموقع؟ يعني بدي الرقم ال 25، الرقم ال 25، مش قيمة الرقم 25، بدي الرقم اللي يمثل الترتيب ال 25، تمام؟ طيب وهذا الحكي حيوضح معنا خلال الأمثلة. طيب لاحظوا إنه الـ Q2 عبارة عن N على 2، أنا قاسمها لقسمين، شو يعني؟ أول قسم بقول لك إنه الـ Q2 لما تقسمها ممكن يطلع معك عدد صحيح. رايت فاليو. كيف يعني؟ يعني 50 على 2 25، 25 عدد صحيح. طيب ممكن اقسمها يطلع معي فراكشن. شو يعني فراكشن؟ يعني طلع معي ديسيمال بوينت، يعني طلع معي رقم في فواصل عشريه، زي مثلا اقسم 11 على 2 5.5 بعطيك. هسا بقول لك في حاله الرايت فاليو شو ممكن اسوي؟ شو بقول لك اذا طلع معك رايت فاليو مثلا طلع معي قيمه مثلا كي، تمام؟ شو بسوي؟ بقول لك ولا شيء، امسكها زي ما هي، اجمع لها كي زائد 1 كموقع على 2، بيطلع معك الجواب الكيو مباشره. كيف يعني؟ يعني مثلا طلع معي 20 على 2 10،
باخذ الموقع العاشر بجمع له الموقع ال 11 بقسم الجواب على اثنين، تمام؟ هذا الكيو 2. بس بقول لك اذا طلع معك فراكشن، تمام، باخذ النكست انتجر فاليو، تمام، او النكست رايت فاليو. باخذ مثلا طلع معي 7.5 كواقع، باخذ انا واحد باخذ الثامن مباشره، ولا بجمع اللي بعده ولا بعمل القصص هاي. طيب معقد غريب، فقره الصفر اللي اشتغلت عندنا. طيب ركزوا معي بالرو داتا، ان شاء الله اموره بتكون سالكه. طيب بالرو داتا شوف شو حاط لك. حاط لك اول شيء 2 7 11 5 3. طيب ممكن واحد يخطر في باله سؤال انه طب انت الكيو 2 هاي اذا جيت حسبت لي اياها ليش ما اخذ الرقم اللي بالنص مباشره؟ هسا ماشي اوكي لما يكون الارقام معك واضحه تقدر تاخذ الرقم اللي بالنص مباشره، بس تخيل ابلش لك بالرقم هذا واخلص بالرقم هذا، يلا خذ الرقم اللي بالنص مباشره، ما بتقدر، حتصير على التقدير الشغله. طيب واحد ثاني بيسال سؤال ثاني اذكى، هذا اذكى من سميحه لسه، ديروا بالكم. طيب بيجي بيحكي لك انه والله انت مثلا قلت لي 11، هذا مثلا الكيو 2 11، افترضنا انه 11. طب انا اذا رتبت الارقام بطريقه ثانيه بيطلع الكيو 2 مثلا حطيت الخمسه بدل ال 11 وال 11 بدل الخمسه بيطلع الكيو 2 5. طب انت هيختلف الجواب، طب شو ممكن اسوي؟ عشان هيك بقول لك بالميديم اهم شيء اهم شيء اهم شيء لازم تعمل ترتيب. تمام؟ لازم اعمل ترتيب، تمام؟ طب ليش لازم اعمل ترتيب؟ ببساطة زي ما حكينا قبل شوي، لأنه ممكن مثلا أخبط لك الأرقام يطلع معي جواب جديد. طيب ترتيب من وين لوين؟ من smallest للارجست للهايست، تمام؟ من المينيمم فاليو للماكسيمم فاليو. هون مينيمم 2 بعديها 3 بعديها 5 بعدين 7 بعدين 11. بين لك كيو 2 5 الان رتب لي اياها يلا من صغير لكبير بطريقه ثانيه بحيث انه ما يطلع 5 مستحيل. طيب خلينا نحسب على قانوننا. الكيو 2 شو بيحكي لك؟ عباره عن ان على 2 بس كموقع، تمام؟ طيب عدد الارقام 1 2 3 4 5، عندي 5 على 2، 5 على 2 2.5، بس لا تنسى انها كموقع. طلع كيف بدي اطلع معي فراكشن واخذ القيمه اللي بعديها مباشره 2.5، شو القيمه اللي بعديها مباشره؟ 3 بس كموقع، 3 كموقع وينها؟ وينها؟ 1 2 3، هاي القيمه الثالثه كموقع، القيمه الثالثه كموقع اللي هي عباره عن الخمسه، بروح على الخيارات تلاقي الخمسه موجوده تكبس عليها انها الصح، تمام؟ طيب اتوقع انه اموره واضحه. طيب ناخذ كمان امثله عشان نقوي حالنا، شوف شو معطيك. طيب معطيك الاثنين ثلاث خمسة خمسة ستة ثمانية تسعة تسعة عشرة. طيب بس في شغلة حابب انوه عليها انه ضروري نحفظ الاسماء، ضروري تعرف ان الميديان هو البسيط، المود هو المنوال. ليش؟ بيجي مثلا بيسأل كان الميديان، بيجي طالب بتطلع حافظ حفظ بقول لك بتطلع 5 و9، هذا شابك على المود، هذا صار ايش؟ يخربط بين المسميات. فضروري جدا تعرف لما يجي يسالك على الميديوم انه قاعد بسال عن وسيط الحساب مش عن العنصر الاكثر تكرار، تمام؟ طيب شوف انا شو بحكي لك، بده الكيو 2 ببساطه. الكيو 2 طبعا لاحظوا انه انا القيت نظره سريعه، يعني ضمنيا القيت النظره اللي هي مرتبات، اذا مش مرتبات برتب. الكيو 2 عباره عن ان على 2 بس كموقع، تمام؟ طبعا ليش ان على 2؟ لانه الكيو 2 هي نص منتصف البيانات، فمعناته نص ضرب الان، لو ضربنا نص في الان بيطلع ان على 2، تمام؟ هذا توضيح من وين اجى القانون يعني. طيب ان على 2 عدد البيانات 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عدد البيانات 9 على 2 كموقع عباره عن 5 كموقع، صح؟ اللي هي 4.5 قربناها صارت 5 كموقع. يلا 1 2 3 4 5 يعني الجواب قديش؟ 6، تمام؟ هذا هو الكيو 2. ديروا بالنا نخربط انه قسم 9 9 2 4.5 وتروح تطلع لي الخيارات حتلاقي الخيار موجود 4.5، طبعا الجواب هذا غلط، تمام؟ لانه دائما بنحكي او ممكن تلاقيه 5، الجواب غلط، ليش؟ لانه دائما بنحكي احنا الجواب اللي بيطلع معي هنا كموقع، بروح بدور على الموقع الخامس، هذا هو الكيو 2، الموقع الخامس طلع معي 6، تمام؟ انتبه قبل ما تحط اجابتك. طيب نكمل. طيب شوف شو معطيك مثال اخر. طيب بقول لك 2 3
او عفوا اثنين اثنين ثلاث خمسة ستة ستة ثمانية عشرة عشرة 11 12 مباشرة Q2 2 4 6 8 10 عبارة على 10 على 2 كموقع 2 على 5 كموقع. ننتبه مش اجي احكي انه مباشرة اجي 1 2 3 4 5 واحط الستة وحتلاقيها بالخيارات ستة الجواب غلط. انتبهوا ليش انا حكيت انه طلع معي رايت فاليو باخذ القيمة او انتجر فاليو اللي هي القيمة الصحيحة القيمة بجمع لها القيمة اللي اكبر منها وبقسم على اثنين بس كلهم كموقع تمام. اذا القيمة الخامسة بجمع لها القيمة السادسة وبقسم على اثنين تمام. القيمة الخامسة اللي هي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة. القيمة السادسة هي ثمانية بقسم على اثنين 14 على اثنين الجواب بيطلع معي سبعة. ديروا بالكم حتلاقوا الجواب ستة حتلاقوا موجود الجواب سبعة. طبعا الجواب الصحيح اللي هو السبعة. ننتبه للإشي هذا. طيب بالنسبة للستيم اند ليف زي ما انتم شايفين عندكم طبعا هذا انتهى هيك الرو داتا. بتمنى انه الامور تكون واضحة للجميع. طيب بالنسبة للستيم اند ليف حاط لك مثال صغير هو. طيب حاط لك مثال بقول لك ستيم ويلف. طيب انا حاط لك واحد اثنين ثلاث انا حاط لك واحد 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 اثنين وانا حاط لك واحد اثنين ثلاث واحد اثنين اثنين تمام. طبعا حاط لك المفتاح انه واحد مع اثنين هي عبارة عن واحد فاصلة اثنين واحد مع اثنين هي عبارة عن واحد فاصلة اثنين. هذا المفتاح ضروري تعرف تقرأه زي ما شرحناه بالفيديو الأول. طيب هو بيقول لك أنا بده الكيو 2. طب الكيو 2 هم قديش؟ عبارة عن 3 في 3 9 زائد 1 10 على 2 5 بس 5 كقيمة زائد 6 كقيمة كموقع عفوا على 2. القيمة الخامسة هيها بمشي هذا ب 4 2 مع 1 2.1. القيمة السادسة 2.2 مقسم على 2 نطلع معي الجواب قديش؟ 2.15. نكمل في عندنا مثال حطينا اياه بقول لك فور ذا فولوينج داتا شو معطيك؟ بقول لك انه A زائد 2 او عفوا A 2 3 5 ب 9 10 10 بعد ال 10 حاط لك سي. شو معطيك مطير؟ بقول لك المين اكس بار عباره عن 7 وبقول لك انه المود فرق بين المصطلحات المود يساوي 2 والميديان يساوي قديش؟ 6. فايند اي بي سي. شوف طالب دائما ثلاث مجاهيل معناته ايش؟ لازم يعطيك ثلاث معطيات. طيب من وين ابلش باي معطى؟ في الاسهل الك انت والله مثلا بترتاح لما تشتغل على كيو 2 واحد ثاني مرتاح لما يشتغل على المود. بس انتبه لشغله انه لازم تبلش من معطى ما يطلع معك مجاهيل زياده. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد من هذول الثلاث معطيات هو معطيك اياه انه تطلع جواب مباشره. طيب كيف ممكن احكي بشهاد؟ هسه نجي على الاكس بار. الاكس بار انت طبعا اللي فاهم وحالل كثير بفهم انه الاكس بار لازم اجمعهم كلهم. طب لو جمعت القيم كلهم بضل عندك A زائد B زائد C فضل عندي مجاهيل ما استفدتش. طيب ممكن اطلع مثلا يعني هذا الحل ممكن ينحل لكنه صعب تمام. طيب نيجي على المود. المود هو العنصر الاكثر تكرار. طيب في هنا عنصر متكرر كثير. شوف هنا المود يساوي 2 معناته 2 اكثر تكرار. لاحظ انه هاي البيانات شو قال لك في السؤال؟ قال لك انه هاي البيانات مرتبه اذا طلعنا فوق شايفين كيف حاطين لك اياها؟ اوردرد سيت اوف داتا تمام. هاي البيانات مرتبه ما دامها مرتبه معناته هذا 2 3 5 بتوقع انه البي تكون اكبر من 5 واقل من 9 تمام. طيب لاحظوا انه ما في ولا عدد متكرر والمود يساوي 2 معناته انا من معلومه المود بستنتج انه الاي تساوي 2. طب كيف استنتجت؟ هو بيقول لك انه اكثر عنصر تكرار 2. طب 2 مش متكرره غير مره واحده. طيب الاي معطيك اياها تساوي 2 او طلعناها من المود تمام. طيب شو في شغله ثانيه بتساعدني اني اطلع واكون سريع بالتطليع؟ طيب ما تغلبني ما تطلع لي مجاهيل اكثر. في عندي المود. المود
طلعنا عفوا فين الكيو 2. الكيو 2 مش عباره عن قانون عن ان على 4 او على 2، تمام؟ طيب نيجي نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8، فعباره عن 8 على 2 كموقع عباره عن 4 كموقع. طيب طلعت معي قيمه انتجر، شو بدي اسوي؟ نجمع لها الموقع الخامس وقسم على 2. الموقع الرابع 1 2 3 4، الموقع الخامس ب على 2، هذا كم يساوي؟ هي بعطيك اياها 6، تمام؟ ف 6 ب 2 12، 12 ناقص 5 تطلع ال ب تساوي 7، تمام؟ طيب بالنسبه ل س، طيب استخدمت معطيين، ظل معطى، معناته س راح اطلعها من المعطى الاخير اللي هو الميم. الان الميم كم ممكن اطلعه؟ بنحكي 7 شو تساوي؟ ايه اللي هي 2 زائد 2 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 زائد 10 زائد سي على عددهم، عدد زي ما حكينا شوف قبل شوي 8، تمام؟ الان 8 في 7 56، بتطرح منها الرقم هذا مجموعه كامل بيطلع معك انه سي تساوي 18، تمام؟ بتمنى انه يكون السؤال واضح، سؤال كثير كثير مهم اللي بيجمع بين الافكار، وهي الاسئله بصراحه اللي الدكاتره بتحبها، اللي بتجمع بين فكرتين وبتكون في يعني بتبين مين الطالب اللي فاهم على الطالب اللي مش فاهم. طيب الان ننتقل لحساب الميديان للفريكونسي ديستريبيوشن، ركزوا معي لانه في شويه لعب بس يعني ان شاء الله اموره بسيطه وسهله. للفريكونسي ديستريبيوشن نفس الفكره، اكس حيكون معطيك بس انه مثلا حاط لك 1 2 3 4 5، تمام؟ معطيك الفريكونسي، لما قلنا فريكونسي ديستريبيوشن مش جروب، هذا فريكونسي ديستريبيوشن حاف، تمام؟ الواحد 3 8 7 2 5، تمام؟ طيب لازم نتعرف اذا بدك تطلع الميديم كيو 2 بدنا نتعرف على شيء اسمه الكميوليتيف فريكونسي سي اف، التكرار التراكمي. كيف يعني؟ الكميوليتيف فريكونسي بحكي لك عن ايش؟ بحكي لك انه شايف هاي البيانات، انا بدي الثلاث، هاي اول ثلاث علامات، بدي هنا اعرف كم عدد العلامات صرت جميع اياها، ليش؟ الان تخيل انت عندك 1 2 3 4 5 ل 50، تمام؟ طيب لما اجي اوصل ل 49 بكتشف انها مثلا الفريكونسي تبعها 2، طيب يعني كم عدد القيم اللي قيمتها 40؟ 2، تمام؟ طب انا ما بدي هيك، انا بدي اعرف الاثنين هاي اللي قبليها قديش، فعشان هيك طلعوا شو اسمه الكميوليتيف فريكونسي اللي هو التكرار التراكمي. شو بيحكي لك هذا الكميوليتيف فريكونسي؟ طلع مش اول قيم هاي ثلاث قيم، باجي بحطها ثلاث، تمام؟ الان هاي قديش؟ 8 صح؟ 3 زائد 8 11، معناته بفهم انه في 11 قيمه قيمهم 2 و1، تمام؟ اموره سهله ان شاء الله، 11 و7 18 و2 20 و5 25، تمام؟ طيب لاحظوا شغله، الطالب اللي لاحظ ذكي جدا، بيجي بقول لك انه ال 25 هاي هي نفسها صنف اف، تمام؟ فعلا، تعال اجمعهم 3 و8 11 و7 18 18 و7 25، تمام؟ اذا هاي القيمه دائما في الكميوليتيف فريكونسي اخر قيمه فيها هي تمثل السم اوف فريكونسي، تمام؟ طب ايش بتفيدني هاي؟ طلعوا كيف؟ اذا انا بدي احسب الكيو 2، هو بقول لك بده الكيو 2 لها. الكيو 2 عباره عن ان على 2 كموقع، تمام؟ ان قديش؟ هي نفسها 25، عدد القيم 25 على 2 12 ونص، بس كموقع، كموقع ايش باخذ؟ القيمه الرقم 13. وين القيمة اللي رقمها 13؟ ما بروح بطلع على الفريكونسي ولا على الاكس، بطلع على الكميوليتيف فريكونسي. القيمة اللي رقمها 13 طلعوا هنا ثلاث قيم، هنا 11 قيمة، القيمة رقم 13 بتجي هنا، معناته الكيو 2 قديش؟ 3، تمام؟ دائما قلنا باخذ القيم من اكس، تمام؟ معناته الكيو 2 تساوي 3، اموره واضحة. طيب نراجع بشكل سريع، بالفريكونسي ديستريبيوشن بكون معطيك الاكس والفريكونسي للاكس، تمام؟ شوف معطيني 1 2 3 4 5،
تمام، هنا 3 8 7 2 5 هذول الفريكونسي. الان لما بدي اجي احسب الكيو 2، الكيو 2 بيعتمد على موقع، تمام؟ انت هذا مش مبين الموقع، لما جيت هنا احكي لك الموقع رقم 13، طب هذا مبين الموقع رقم 13؟ لا، بدك تقعد تجمع وتحسب. طب ليش اقعد اجمع واحسب؟ طلع لك ايش اسمه الكيوميوليتف، الكيوميوليتف فريكونسي اللي هو المجموع التراكمي، تمام؟ 3 11 كيف طلعنا؟ 3 جمعت لها 8 جمعت لها 7 جمعت لها 2 جمعت لها 5. وقلنا لك ركز انه اخر قيمه بتطلع من الكيوميوليتف فريكونسي هي نفسها سم اوف اف، هي نفسها ان عدد ال على البيانات، تمام؟ طيب طب اعطيك مثال ثاني نشوفه بشكل سريع. شوف المثال شو بيحكي لك. بعطيك المثال بقول لك انه الاكس 10 20 30 40 50، تمام؟ الفريكونسي لهم عباره عن 4 8 7 2 3، تمام؟ زي المثال الواضح امامكم. طيب شوف شو بيحكي لك، بده الكيو 2، شو بسوي؟ مباشره كيو 2 لانه بده، ليش الكيو 2 دائما طالع لك كيوميوليتف فريكونسي؟ لانه دائما بدي مواقع، انا ما بيهمني القيم، بيهمني المواقع، تمام؟ الكيوميوليتف فريكونسي هنا 4 12 19 21 24، صح؟ تمام؟ طيب جيت قلت لك انا كم الام طالب بصفن او كم السم اوف فريكونسي؟ طالب بصفن ما بعرف ايش، طبعا هي 24، تمام؟ شو يعني 24؟ شو يعني الان؟ شو يعني السم اوف اف؟ 24 يعني انت في هذا الجدول عم بتقيس لي 8 بجرمن ل 24 قيمة، تمام؟ فأموره سهل إن شاء الله. الكيو 2 عبارة عن 24 2، تمام؟ اللي هي تطلع 12 بس كموقع. شو بسوي؟ باخذ ال 13، ممتاز. باخذ ال 13 كموقع بقسمها على 2. هسا لو جيت أخذت 12 موقع ال 12 هي بكتشف إنه ال 20. طب الموقع ال 13 بكتشف انه ايش؟ ال 30 بقسمه على 2، 30 زائد 20 50 على 2 اللي هو بيطلع ال 25، بروح الخيارات بلقاها وبحط عليها ان شاء الله تطلع صح. طيب بدنا نكمل الجروب فريكونسي ديستريبيوشن، بدنا نحسب له الميديان. طيب ببساطه طلع كيف؟ لا تنسى انه بالجروب فريكونسي ديستريبيوشن دائما بعطيك انترنال. طيب شو الانترنال معطيني اياه في المثال امامكم في الدوسيه؟ من 0 ل 4 بعدين من 5 ل 9 من 10 ل 14 بعدين من 15 ل 19، تمام؟ طيب الفريكونسي اللي بنعطيك اياه قديش؟ 3 8 7 2. طيب مباشرة بدك كيو 2، مباشرة انا بدي كيو 2 صح؟ بطلع كميوليتر فريكونسي. كميوليتر فريكونسي هنا عبارة عن 3 11 18 20، لا ننسى ال 20 ان وهي سم للفريكونسي، تمام؟ طيب بالنسبه للكيو 2 للجروب فريكونسي ديستريبيوشن ركزوا معي رجاء لانه اموره سهله بس الطلاب ما بعرف ليش تتخبط فيه، اموره كثير سهله. نتعلم شغله اسمها لينير انتربوليشن ميثود، تمام؟ اللي هي الطريقه الخطيه لايجاد الكيو 2، تمام؟ شو هاي الطريقه؟ غير ما نتعلم هاي الطريقه بنتعلم شيء اسمه ابر ريال باوندريز. شو الابر ريال باوندريز؟ اللي هو الحد العلوي للفترات، تمام؟ او الحد العلوي للفواصل. الان هنا هاي القيمه لو جيت سالتك هاي الفتره شو اعلى قيمه فيها؟ بيجي طالب بيقول لي 4. هاي الفتره شو اقل قيمه فيها؟ بيجي طالب بيقول لي 5. طيب لو جيت قلت لك حط لي علامه 4.5 وين بتحطها؟ تحطها هان ولا بتحطها هان؟ طيب هذا الاشي اجت حلته الابر ريال باوندريز، قالت لك يا عمي اذا بدك الحد العلوي لفتره ضيف لها نص، يعني هنا ابر ريال باوندريز يو ار بي، تمام؟ اذا بدك الحد العلوي لفتره ضيف له نص، يعني هنا الحد العلوي 4 صح؟ 4 بصير هان 4.5، ما دامه ابر معناته بضيف على الحد العلوي نص. لو سالك عن اللور ريال باوندريز بطرح من الحد السفلي نص. طيب انا قديش بطلع؟ الابر 9.5، طب هان 14.5، طب هان 19.5، تمام؟ طيب لو سالتك مثلا هان شو اللور ريال باوندريز؟ 5 ناقص نص 4.5. اذا نستنتج شغله انه الابر ريال باوندريز في الفتره الادنى
هو lower real boundaries في الفترة الأعلى، تمام؟ هاي ممكن يسألك عنها سؤال في الامتحان كستيتمنت، تمام؟ طب كيف ممكن أجيب الـ Q2؟ مباشرة، الـ Q2 عبارة عن n على 2 بس كموقع. طيب هنا الـ n قديش؟ 20 على 2 عبارة عن 10. شايفين الـ 10 كموقع؟ بالجروب فريكونسي ديستريبيوشن باخذها زي ما هي، تمام؟ اذا ننتبه بالجروب فريكونسي ديستريبيوشن باخذها زي ما هي. ليش؟ بيجي طالب بيقول لي بجمع العاشر مع ال 11 بقسم على 2. صديقي في اللينير انترمونيشن ميثود ما بضبط معي الحكي هذا. طبعا ليش؟ الان هلا بنشوف الان 10 وين بتيجي بالكومبيناتور فريكونسي؟ بين الثلاث وال 11، صح؟ باجي ايش بسوي؟ هاي طريقه اللينير انترمونيشن ميثود، تعود عليها. هاي الثلاث، تمام؟ بكمل هاي ال 11. الان ال 10 وين تجي بيناتهم؟ بحط 10. طيب الثلاث شو يقابلها بالابر ريال باوندريز؟ 4 ونص. هاي 4 ونص. ال 11 شو يقابلها بالابر ريال باوندريز؟ 9 ونص. طيب شو بدي اوصله؟ هنا حتكون لك يو 2 بين ال 4 ونص وال 9 ونص، فهي لك يو 2. تمام؟ طيب كيف ممكن اجيبها؟ الان بقول لك في طريقه هاي عملوا لها حسابات ولها اثباتات، بقول لك انه لو تطرح ال 11 بين الثلاث قسمها على 10 ناقص الثلاث، هي نفسها لو تطرح ال 9 ونص بين ال 4 ونص قسمها على كيو 2 ناقص ال 4 ونص، تمام؟ هاي هي اللينير انتربوليشن ميثود. طيب نيجي نحسبها الان، 11 ناقص 3 على 10 ناقص 3. قلنا شو يساوي؟ 9 ونص ناقص 4 ونص على كيو 2 ناقص 4 ونص. بس بعد ما تحسب بيطلع معك الكيو 2، بعد ما تقسم وتضرب بيطلع معك الكيو 2 تساوي قديش؟ 8.88. طيب ليش حكينا الحكي هذا كله؟ الان الكيو 2 لاحظوا انها قيمه جاي بمنتصف القيم، تمام؟ طيب هنا شو منتصف القيم؟ بالهان بالانتيرنال من 0 ل 19، شو جاي منتصف القيم؟ منتصف القيم اذا لاحظنا طبعا كيف؟ اعطاك الجواب بطريقه منطقيه جدا 8.88، ما اعطاك اياه قال لك والله تقريبا 9، ما اعطاك اياه والله تقريبا 8.5 تقريبا 8، لا اعطاك الجواب بطريقه منطقيه جدا، زي لما جينا حسبنا المود، اذا بتتذكروا لما جينا حسبنا المود قلنا 5 زائد 9 2 اعطانا قديش؟ 7، فمعناته قلناه انه هذا الشيء مش منطقي جدا، فعشان هيك طلعوا طريقه اللينير انترميشن ميثود عشان اجيب منتصف القيم بالضبط. بتمنى راجع الفيديو، اذا حدا عنده اي سؤال يسال، ان شاء الله امور هاي الطريقه ما عاد الحل مره ومرتين، امورها بتسلك، تعويد عليها بده حل، تمام؟ هسه بصراحه اذا حليت عليه ثلاث اربع امثله الاصل انك تصير تفرق بين الطرق. الان ننتبه انه الكيو 2 حتى انه نعرف منها حصتنا بالنسبه للكيو 2 بشكل سريع. الكيو 2 اذا قال لك الرو داتا بحسبها ان على 2، تمام؟ الان ان على 2 اعطتني قيمه كسر، مباشره باخذ القيمه اللي بعدها كموقع. طيب ان على 2 اعطتني عدد صحيح، بمسك هذا العدد بجمع له العدد زائد 1 اللي هو اكبر منه بواحد، بقسم على 2، طبعا كله كمواقع بس تجيب لي المواقع بتطلع الجواب، تمام؟ هذا بالنسبه للرو داتا. ستيم اند ليف اهم شيء تقرا الكي تقسم وتشتغل زي الرو داتا. بالنسبه للفريكونسي ديستريبيوشن قلنا اهم شيء تجيب لي الكميونيتي فريكونسي، ومن ورا الكميونيتي فريكونسي بتجيب لي القيمه لانه عندك الاكس مباشره، تمام؟ بالنسبه للجروب فريكونسي ديستريبيوشن لازم تطلع لي يو ار بي اللي هو ابر ريال باوندريز، وتطلع لي لينير انتربوليشن ميثود عشان ما عندك قيم منطقيه للاكس، عندك انترفلز، تمام؟ بهيك اصدقائي بكون انهيت محاضره اليوم او حصه اليوم، ويعطيكم الف عافيه، نلقاكم في الحصه القادمه.